الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. تحيه ليكم في بدايه حلقه جديده من السادسه. الدنيا ابدا عمرها ما هتكون سهله، وهتلاقي ناس كتير جدا بتحاول تعطلك، وهتلاقي ناس كتير جدا بتحاول تحطمك، وهتلاقي ناس كتير جدا مش قادره تحقق نفس مستوى النجاح اللي انت بتحققه، فما بيبقاش فيهم او قدامهم طريقه غير ان هم يحاولوا ان هم يفشلوك. عشان كده لازم ردك يكون عليهم انك تثبت انك واثق في نفسك، انك حقيقي مش فيك، انك انت قادر دايما تواصل مشوار نجاحك مهما كانت المطبات. دي كانت واحده من اغلى النصايح اللي قالتها لي امي الله يرحمها، واللي ما زلت مؤمن بيها وبطبقها في حياتي لغايه النهارده. وما عنديش شك، وهي دي الرساله الحقيقه الانسب اللي ببدا بيها حلقه النهارده لرجاله النادي الاهلي، لنجوم النادي الاهلي اللي برضه ما عنديش شك ان هم في جنوب افريقيا وصل لهم ردود الافعال اللي حاصله هنا في مصر. حط كل الكلام اللي اتقال تحت رجليك عشان تقدر تطلع لفوق وتقوم تاني افضل واحسن واقوى من الاول، وما عنديش شك ان احنا نقدر نعمل ده. الاهم ان احنا نحاول نصلح مشوارنا، وان احنا واهم من ده كله ان احنا نعمل اللي علينا في اللي جاي، والباقي بعد كده بتاع ربنا. مهم جدا 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 في مباراه القطن الاهلي يرد اعتباره امام الجميع. القصه مش قصه مباراه ومش قصه مكسب، لكن قصه رد اعتبار، وده يحصل بتركيز كبير جدا وبمجهود كبير جدا وبعطاء كبير جدا على مدار ال 90 دقيقه المهمه والفاصله اللي بينتظرها الاهلي امام القطن يوم الجمعه. هنتكلم عن مباراه القطن النهارده، وهنتكلم عن حاجات كتير، منها دوري الابطال اللي فيه منه مواجهتين مهمين جدا النهارده، دوري ابطال اوروبا طبعا. عندنا النهارده الانتر في مواجهه بورتو، وعندنا مانشستر سيتي في مواجهه لايبزيج. هنتكلم على، وخليني ابدا بالكلام عن نظام كاس العالم الجديد اللي هيتلعب ان شاء الله 2026، واللي نتمنى بقى انه ان شاء الله باذن الله تكون مصر موجوده فيه، وخصوصا انه الفرق الافريقيه او الفرق اللي هتتاهل عن قاره افريقيا هم 9 منتخبات قابلين ان هم يكونوا 10. يعني في 9 منتخبات هتتأهل بشكل مباشر، وفي منتخب هيتأهل لو قدر طبعا عن طريق ملحق التصفيات. لكن الأهم واللي يهمنا نظام كأس العالم الجديد. وخليني أقول لحضراتكم، لأنه الفيفا نفسه أو الاتحاد الدولي لكرة القدم كان في حيرة من أمره، لأنه تعرفين النسخة دي، النسخة اللي هتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المكسيك ومعها كندا، هتظهر فيها لأول مرة أو هيظهر فيها لأول مرة 48 منتخب. مونديال قطر خلاص هو اخر مونديال او اخر كاس عالم يضم 32 منتخب بس، بدايه من المونديال اللي جاي هيكونوا 48. وكان السيناريو الاقرب للتصور ده، فكره وجود 48 منتخب، ان هم يتقسموا على 12 مجموعه و لا 16 مجموعه، كل مجموعه يكون فيها 3 فرق. 16 مجموعه بدل من 8 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 فرق في النسخه القديمه، 32 توتال او 32 اجمالي عدد المنتخبات، لا يبقوا 16 مجموعه. يتاهل من ال 16 مجموعه دول كل 3 فرق يتاهل منهم اول وتاني فقط لا غير، والاول والتاني دول يتاهلوا لدور ال 32 اللي هيبدا فيه مرحله الادوار الاقصائيه. يعني يبقى 32 16 8 4 ثم نهائي البطوله. لكن يبدو ان الفيفا تراجع عن الفكره دي، لانه وجد انه ممكن تخل بمبدا تكافؤ الفرص. فبالتالي كان التقدير ان هم يبقوا 12 مجموعه، 12 مجموعه دول هيتاهل منهم الاول والثاني بشكل مباشر لدور ال 32، وهيختاروا افضل 8 توالت، ودي ميزه كويسه جدا في النظام الجديد، افضل 8 توالت للانضمام لل 24، يبقى عندنا 32 فريق يبداوا الادوار الاقصائيه، دول ال 32 مواجهات مباشره وخروج المغلوب. ده معناه ايه؟ ده معناه انه باذن الله مع ارتفاع عدد الفرق الافريقيه المنضمه لبطوله كاس العالم، واللي من المفترض انه طبيعي جدا، طبيعي لما تتكلم على اقوى 10 منتخبات افريقيه لازم تحط منتخب مصر منهم، لانه ما عدا ذلك نبقى امام كارثه، واتمنى السيناريو ده ما يحصلش، واتمنى نكون مدركين لطبيعه رد الفعل عن عدم تاهل منتخب مصر لكاس العالم اللي جاي، لان احنا كده نبقى بنهزر. لكن مش بس كده، الافضليه لمنتخب مصر مش بس في فكره، مش عايز اقول ضمان، لكن سهوله التاهل، فكره سهوله التاهل، فرصك بقت اكبر بشكل كبير، لانه ما ننكرش انه في السنوات الاخيره في العشره
السنوات الاخيره خريطه كره القدم في افريقيا اتغيرت، ومصر ما بقتش قوه عظمى انجاز التعبير. بنحاول، بنوصل نهائي، مره وصلنا كاس عالم، لكن الكره في مصر مش في احسن احوالها، 10 سنين عجاف زي ما بيقولوا. في قوى صعدت وسيطرت وظهرت واستمرت، عندها ثبات كبير جدا في المستوى، عندها رؤيه للمستقبل، واشتغلت على خطط بقى لها سنين وسنين بتتنفذ، ابرزهم واهمهم المغرب والسنغال طبعا. وما تقدرش تستبعد قوى تقليديه زي الكاميرون، زي كوت ديفوار، زي نيجيريا، زي جنوب افريقيا، زي الجزائر طبعا، الجزائر لازم تحطها في المقدمه، زي تونس. كل القوى التقليديه دي بالتاكيد لازم تحط معاهم مصر وتقول انه هي دي المنتخبات اللي ممكن تكون اقرب للتاهل لبطوله كاس العالم. لكن مش بس قصه التاهل، انت ما بتشتغلش النهارده على فكره انك تتاهل بس لكاس العالم، لكن كمان بتشتغل على فكره انك انت عندك فرصه كبيره جدا انك تتجاوز دور المجموعات، لان احنا بنتكلم على 12 مجموعه هيتاهل منهم الاول والثاني ومعاهم 8 توالت، ومعاهم 8 توالت، يعني في 32 فريق هيتاهلوا للادوار الاقصائيه، والادوار الاقصائيه دي لعبتنا بقى، يبقى يحلها حلال ساعتها. بس هنشوف منتخب مصر لاول مره بيتجاوز دور المجموعات، واتمنى الحقيقه من دلوقتي يكون الشغل. وده مرتبط على فكره بمنتخبنا الاولمبي اللي خرج من بطوله اولمبياد طوكيو، في اولمبياد لعبت في طوكيو على ايد البرازيل، لانه الجيل ده الحقيقه يمكن يكون حتى اللحظه، انا مش عارف اللي جاي طبعا وما بقراش الغيب، لكن جيل حقيقه قدم للكره المصريه كتير من المواهب اللي اصبحوا النهارده نجوم. تقدرش تنكر انه النهارده بتتكلم على اكرم توفيق، واحد من اهم لعيبه الكره في مصر، بتتكلم على امام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، واحد برده من اهم لعيبه الكره في مصر، بتتكلم على ناصر ماهر، بتتكلم على ناصر منسي، بتتكلم على اسامه جلال، بتتكلم على وغيرهم وغيرهم، مش عايز انسى حد. كل دول تقدر تبني عليهم في اللي جاي، ومعاهم منتخب مصر الاولمبي اللي هنتكلم عليه النهارده، واللي عنده مواجهه مهمه جدا او مواجهتين مهمين جدا قدام زامبيا. لكن شتان الفارق، ودي واحده من النقاط اللي بتمثل لي الحقيقه علامه استفهام كبيره جدا. لكن هل ينجح المنتخب الاولمبي الحالي اللي هيلعب مع زامبيا يوم 22 في القاهره، وتعدل ميعاد المباراه العوده من 27 في زامبيا ليوم 26، المباراه دي نتيجه المواجهه دي تحديدا ذهابا وايابا تحدد وصول مصر لامم افريقيا اللي هيتاهل عن طريقها طبعا ثلاث فرق مباشره للاولمبيكس في باريس 26، والمنتخب الرابع صاحب المركز الرابع يعني هيكون عنده فرصه لملحق. هنتكلم على اختيارات روجيه ميكالي النهارده لمنتخب مصر، والحقيقه يمكن الحقيقه انا بشوف ان الجيل ده مظلوم، لانه معظم الاسماء اللي تم اختيارها يمكن ما بيكونش عندها، باستثناء طبعا الفرق الكبيره، يعني تقريبا يمكن معظم، خلينا نقول 70-80% تم اختيارهم من فرق الاهلي والزمالك وبيراميدز، لكن ما عدا ذلك يعني اللعيبه دي تقريبا ما عندهاش فرص كبيره جدا للمشاركه، نظرا لان الفرق دي بتنافس وبتلعب على القاب ومحتاجه دايما لاعبين اصحاب خبره واصحاب مستويات عاليه. فبالتالي القوام الرئيسي لمنتخب مصر الاولمبي ما بيشاركش، بيتمرن بس، وده تحدي الحقيقه، واحد من التحديات اللي بتواجه ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي. خلينا نروح ل هل جنوب افريقيا جاهزه معانا؟ طيب خلينا نروح النهارده، كان في طبعا قرعه رابطه الانديه لمسابقه كاس الرابطه، واللي برضو هيتغير نظامها عن النظام اللي ظهرت بيه النسخه الاولى السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت الفرقه متقسمه لثلاث مجموعات، لكن السنه دي هيتلعب بنظام الادوار الاقصائيه من بدايته، بعد طبعا ما خرج من البطوله اسوان واعتقد الداخليه، ده خرجوا من الادوار التمهيديه، وبالتالي هيتلعب او هتتلعب البطوله بدايه من دور ال 16. كاس الرابطه اللي ما يعرفش هو بطولة كاس مستحدثة بتضم الفرق اللي بتلعب في الدوري الممتاز، احنا عندنا 18 فريق، خرج منهم فرقتين الداخلية وأسوان، خرجوا من الدور التمهيدي، وبالتالي فاضل 16 فريق. النهاردة كانت قرعة مواجهتهم بداية من دور ال 16 اللي هتبدأ ماتشاته في فترة التوقف الدولي، فترة التوقف الدولي اللي هتبدأ على طول بعد ما الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر يخلصوا ماتشاتهم في بطولات الأفريقية المختلفة. وزي ما حضراتكم شايفين كده القرعة أسفرت عن مواجهات قوية جدا، بداية طبعا اللي يهمنا الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي، غزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي، المقاولون العرب في مواجهة حرس الحدود، فيوتشر في مواجهة طلائع الجيش، الزمالك في مواجهة البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا
في مواجهه سموحه، الاتحاد السكندري في مواجهه فاركو، وبيراميدز في مواجهه امبي. هنتكلم على القرعه، وهكلمكم كمان على مشوار البطوله، مين ان شاء الله لو الاهلي كسب ماتشاته يكمل ويواجه مين، شكل البطوله او مسار البطوله هيكون عامل ازاي. بس خلينا نروح الاول لجنوب افريقيا وتحديدا لبريتوريا. معانا زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي هناك، ويكلمنا اكتر على طبعا النهارده الفريق اليوم اللي بيشهد عوده الفريق مره ثانيه للتدريب استعدادا لمباراه القطن الكاميروني بعد ما قفلنا صفحه سان داونز بالكامل. خليني ارحب بفاروق. مساء الخير يا فاروق، وطمني اكتر على اخبار الفريق النهارده وعوده الفريق مره ثانيه للتدريبات استعدادا للقطن الكاميروني. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من بريتوريا العاصمه الاقتصاديه لجنوب افريقيا، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. استأنف طبعا فريق النادي الاهلي تدريباته اليوم بعد الراحه اللي منحها مستر مارسيل كولر بالامس للاعبين. طبعا ده طبقا للبرنامج الاستشفائي اللي هو الموضوع من قبل مستر مارسيل كولر بالتنسيق مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي لمنح مزيد طبعا من الراحة للاعبين قبل مواجهة القطن الكاميروني. ابتدى يوم الاهلي النهارده طبعا زميلي احمد بالمسحه الطبيه اللي اجراها فريق النادي الاهلي او بعثه الاهلي بالكامل، ودي من يعني تقدر تقول طبقا للبروتوكول او الاجراءات الموضوعه من قبل الدخول الى الاراضي الكاميرونيه. طبعا دي ملهاش علاقه طبعا بالمسحه او المسحات المعتاده اللي كانت يعني موضوعه من قبل الكاف اللي لغى طبعا هذه المسحات، ولكن للدخول للاراضي الكاميرونيه لابد من اجراء مسحه لكوفيد 19. خليني اقول لك ان النهارده البعثه بالكامل اجرت المسحه، وايضا الدكتور احمد ابو عبله بدا في اعطاء اللاعبين وافراد البعثه يعني اقراص الملاريا، طبعا واحد من الامراض المستوطنه في افريقيا وبالتحديد في الكاميرون. نتمنى كل السلامه لبعثه فريق النادي الاهلي. يعني عقب الانتهاء المسحه وتناول اللاعبون وجبه الافطار، كان اتجه الفريق الى جامعه ملاعب جامعه بريتوريا لاداء التدريب الاهلي اليوم. قسم التدريب لشقين زميلي احمد، جزء كان في الجيم وجانب بدني مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم لدقائق قليله اجتمع مستر مارسيل كولر مع اللاعبين في ارض الملعب وطلب خلاص نسيان وقفل تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز. عندنا مباراه القطن الكاميروني، وضح يعني تقدر تقول الحماس ويعني اللعيبه النهارده حماس شديد جدا في تدريب فريق النادي الاهلي. الجميع يتسابق من اجل يعني ان هو يكون موجود في قائمه مباراه الاهلي للقطن الكاميروني. التدريب اليوم طبعا شهد مشاركه محمد عبد المنعم اللي بطمنك عليه زميلي احمد. النهارده بطمنك ان الحاله الطبيه جاهز والحاله الفنيه محمد عبد المنعم لمباراه القطن الكاميروني. ايضا حسين الشحات اللي بتالق النهارده في تدريب اليوم، وايضا مشاركه خالد عبد الفتاح، الى جانب طبعا عمرو السوليه اللي ادى تدريب اكثر من رائع النهارده. يعني واحد من اللعيبه اللي يعني في التدريب النهارده كان متميز جدا عمرو السوليه، الى جانب محمد مجدي قفشه وشريف وكهربا، وايضا الناشئ رأفت خليل، خالد عبد الفتاح، محمد هاني، مش عايز استثنى احد اللاعبين، مروان عطيه واليو ديانج وكافه اللاعبين للنادي الاهلي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، ويعني كافه لعيب وبيرسي تاو اللي يعني بيحظى طبعا بشعبيه جارفه هنا في جنوب افريقيا. في اي مكان الجميع تسابق لالتقاط الصور مع بيرسي تاو. تدريب زميلي احمد زي ما قلت لك يعني غلب عليه الحماس الشديد جدا من اللاعبين. مستر مارسيل كولر وقف التدريب اللي اتكلم مع بعض اللاعبين على بعض الكرات الثابته والتسديد من خارج منطقه الجزاء اللي يعني فرض له مساحه بعد انتهاء التدريب، خصص مجموعه من اللاعبين للتسديد من خارج منطقه الجزاء كان بيتفوق فيها بنسبه كبيره جدا القندوسي مع عمرو السوليه، الى جانب التركيز على الكرات الثابته وكيفيه استغلال هذا الامر. بعد انتهاء التدريب طبعا توجه الفريق الى الفندق ومقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي، تكون طبعا وتناول اللاعبون وجبه الغداء. هتكون بعد قليل محاضره المستر مارسيل كولر مع اللاعبين، ودي المحاضره الاولى بالفيديو طبعا بعد مباراه ماميلودي سان داونز. هيعقد المحاضره مستر مارسيل كولر، طبعا اتفرج على فريق القطن الكاميروني، وقف على نقاط القوه والضعف في فريق القطن الكاميروني وتحديد الطريقه اللي هيلعب بيها في هذه المواجهه. عايز اطمنك ايضا زميلي احمد على الترتيبات الخاصه هناك في الكاميرون وكيفيه استقبال بعثه النادي الاهلي.
التنسيق اللي بيتم من قبل الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي، طبعا بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادل الايمين بدور كبير جدا، والطاقم الاداري قياده الكابتن ماهر عبد العزيز في النادي الاهلي للوقوف على كافه ترتيبات الفريق في الكاميرون. من المقرر غدا زميلي احمد ان الفريق يؤدي تدريبه الاول او معذره التدريب الاخير في الجنوب افريقيا على ملاعب جامعه بريتوريا، ثم هيكون التوجه من بريتوريا الى جوهانسبرغ واستقلال طائره خاصه هيكون في تمام الساعه 2 ظهرا، ويعني رحله الطيران هتستغرق من 4 ساعات ونصف الى 5 ساعات. مباشرة هيكون التوجه إلى جروة مقر إقامة فريق النادي الأهلي اللي طبعا هتستضيف المباراة اللي هتجمع ما بين الأهلي والقطن الكاميروني. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. دي أخبار بعثة النادي الأهلي النهاردة من بريتوريا من جنوب أفريقيا، ورحلتنا تبدأ بكرة إن شاء الله، ومشوارنا يبدأ بكرة لمواجهة القطن الكاميروني يوم الجمعة. نتمنى طبعا الفريق الوصول بالسلامة في رحلة ما أعتقدش إنها هتكون طويلة، يعني إلى حد كبير جدا يمكن هيكون عندنا فرصة وحيدة للميران يوم الخميس في الكاميرون قبل مواجهة القطن يوم الجمعة إن شاء الله، وبإذن الله قادرين نحسم نتيجة المباراة لصالحنا. هنتكلم أكتر عن المواجهة، هنتكلم عن ظهور الأهلي، هنتكلم على عودة بعض الأسماء لتشكيلة الأهلي، توقعات ضيفنا ونجمنا النهاردة الكابتن أحمد عادل هيشرفنا في السادسة. بس خلينا نروح الأول لحوار مهم جدا، مستر نيلو فينجادا ننفرد الحقيقة بحوار معاه المدير الفني السابق طبعا لاتحاد الكرة المصري، هيكون ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس لكن بعد الفصل. بعيدا عن المكاسب والخسائر المادية لنابولي على مستوى المالي، لكن الحقيقة كرة نابولي غير، ونابولي بيعزف مزيكا السنة دي في إيطاليا، وكمان خليني أقول إنه لو قدر يحافظ على السكواد ده وعلى النجوم دول قادر يكون واحد من كبار أوروبا في السنوات القادمة. هسيبكم شوية من أو هنسيبنا شوية من نابولي والكرة الإيطالية وأروح للبرتغال وتحديدا لمستر نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري. هو ضيفي دلوقتي في السادسة من خلال طبعا فيديو كونفرنس، هو موجود حاليا في البرتغال. خلينا بداية نستقبله ونرحب به ونشكره شكرا جزيلا طبعا مستر فينجادا على مشاركتك وعلى ظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بك. Thank you. My pleasure also to talk. شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا للتحدث مع قناة النادي الأهلي، وتحياتي لكل الجماهير المصرية وخصوصا جماهير النادي الأهلي. أهلا بك مستر فينجادا. خليني في البداية الحقيقة أنا يمكن ملفات كتير، منها ما هو يتعلق باتحاد الكرة المصري والكرة المصرية بشكل عام، ومنها ما يتعلق طبعا بالكرة البرتغالية. خليني أبدأ معاك الحقيقة بالفترة اللي قضيتها كمدير فني في اتحاد الكرة المصري، إزاي أو إيه هو تقييمك للفترة دي؟ حسنا، أنا قضيت عاما في هذا المنصب، وأستطيع أن أقول أني أنجزت المهمة التي طلبت مني عن طريق السيد أحمد مجاهد. بالطبع كان هناك بعض التغييرات، وخصوصا حينما تواصلت مع بركات وحازم إمام. أنا أتيت لهذا المشروع، أتيت حينما أعجبني الأمر، وبالطبع هذه الوظيفة كانت لا نستطيع أن نحكم عليها من عام فقط، ولكن إنها وظيفة طويلة المدى. بالطبع لقد أبليت جيدا من وجهة نظري، حاولت من تطوير منظومة الكرة المصرية عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، وحاولنا أن نجد الطريق الأفضل لتطوير الكرة المصرية. طيب خليني أسألك، من اللحظة الأولى لموافقتك على تولي المهمة، هل كان في وضوح فيما يتعلق بالأدوات وبالصلاحيات اللي هتمنح ليك عشان تقدر تقوم بمهام عملك أو عشان تقدر تحقق الأهداف المتفق عليها؟ وإيه هي أهم العوائق اللي ظهرت أو العقبات اللي ظهرت أثناء فترة تواجدك كمدير فني اتحاد الكرة؟ كما تعرف لم أشعر أن هناك أشخاص ضدي أو أن هناك عوائق تمنعني. كان لدي عقد مع السيد أحمد، وهو كان رئيس الاتحاد في هذا الوقت، وكان لدي اتفاق مع أعضاء المجلس، ولكن بعض التغييرات التي حدثت، بعض التغيرات في الوظائف وأعضاء مجلس الإدارة أحدث بعض التغيير، ولكن ظلت العلاقة كما هي، التعامل مع المديرين الفنيين.
فأعتقد أن هذا لم يكن عائقا. لم أشعر أن كما قلت لم أشعر أنه يوجد أحد ضدي أو أن أحد يختلق المشاكل لي. لا، الأمر الأهم كان هو وظيفتي وقد قمت بهذا بالفعل. يعني هرجع لمقولة حضرتك فيما يتعلق بمهام المدير الفني، وأنا متفق تماما طبعا أن هي مهمة طويلة الأمد أو طويلة المدى، تحتاج لكثير من الوقت عشان تجني ثمارها، يعني زي ما بيقولوا. ليه انتهت التجربة بعد عام واحد؟ وإيه هي أهم الأهداف اللي قدرت تحققها أثناء فترة توليك المسؤولية، والأهداف التي لم تستطع إكمالها أو تحقيقها؟ انظر، أنا أؤمن أن أنني لم أستطع أن أتواصل مع جميع المديرين الفنيين، أستطيع أن أجزم بذلك، ولم أستطع أن أطبق فلسفتي الخاصة على جميع منتخبات الشباب. وكان هذا الاختلاف الذي لم أصنع في فالقواعد والمناخ الخاص بالكرة المصرية في مختلف أنحاء البلاد. كان الأمر مختلفا. كان يجب علي أن أفرض هذا خلال المعسكرات، ما يجب على المديرين الفنيين أن يفعلوه، وتكون طريقة موحدة. وأيضا كان هناك بعض الاضطراب بيني وبين بعض المديرين الفنيين. بالنسبة للمدير الفني للمنتخب الأول كان يوجد بعض الاختلاف في وجهات النظر، ولكن كما رأينا مع المنتخب الأولمبي هذا الاضطراب وأضح بالفعل. أنا أؤمن تماما أن نتائج جيل 2006-2007 لم تكن جيدة، ولكني أؤمن أن هذا الجيل بالتحديد 2006 سيكون له مستقبل باهر مع الكرة المصرية. أنا أؤمن بذلك. هل في طرح رؤيتك أو طرح وجهة نظرك أو تحديد مسار عملك ما وجدتش المساندة أو الدعم الكافي اللي يمكنك من أداء الدور ده بشكل كامل؟ لا، هذه طبيعة هذه المهمة. إذا لم يسر كل شيء 100% كما حددت وكما خططت، فستجد بعض العوائق. ولكن ما أشعر به ويجب أن أقول هذا أن الظروف لم تكن طبيعية. الظروف التي عملت بها لم تكن طبيعية. نعم، بعض الرؤى تختلف عن الأخرى، التواصل أحيانا لم يكن كما كان في مع المجلس السابق، ولكن أؤمن أننا إذا سرنا كما خططنا من البداية من الجذور التي وضعناها، فأعتقد أننا وأعتقد أن حازم إمام ذكر ذلك حينما غادرت، أننا كان يجب أن نسير على خطة واحدة وعلى رؤية واحدة، ولكن اختلاف القواعد واختلاف الرؤى. وبعدما غادرت رؤيتي لم تطبق بالفعل. يوجد العديد من الأسباب، ولكن تغيير الأجهزة الفنية وتعاقب الأجهزة الفنية وأحداث كورونا، كل هذا أثر. وأعتقد أن هذا سيؤثر على أداء الكرة في المستقبل، وأيضا تواصل الاتحاد المصري مع الاتحاد الأفريقي. كان هناك بعض العوائق البسيطة، ولكن بعض المهمات كما ذكرت أنت لم تنتهي بالفعل، ولكن الأساس استطعت أن أفعله فيما مضى. قرار رحيلك كان قرار مستر فينجادا بنسبة 100%، ولا كان اتفاق مشترك، ولا كان قرار من اتحاد مسؤولين في اتحاد الكرة المصري؟ لا، القرار كان عقد لمدة عام، وكان يوجد بعض الشروط. قبل شهر من الفسخ كان يجب علي أن أنبه الاتحاد. لا، كان اتفاق بيني وبين الاتحاد
خلال هذا الموقف أنا أبلغت الاتحاد قبل انتهاء المدة بشهر وقبل رحيلي بشهر أنني لا أستطيع أن أستمر في هذه الأجواء لأن بعض الأمور لم تكن على أحسن حال معي، أمور خاصة بي، ولكن قد سرت في طريقي وغادرت منصبي، ولكنه كان قراري في نهاية الأمر. بعيدا عن المنصب وبعيدا عن الشكل الرسمي للعلاقة اللي كانت بتربطك باتحاد الكرة المصري، أنت واحد من الأسماء اللي يمكن كنت على مقربة وكنت على دراية بكتير من أمور الكرة المصرية، مش بس بحكمك مدير فني الاتحاد السابق. من وجهة نظرك إيه أهم السلبيات اللي بتعوق تقدم مستوى الكرة في مصر، سواء على مستوى الأندية والمسابقات المحلية أو على مستوى المنتخبات بمختلف أعمارها؟ انظر، هناك نعم بالطبع كنت منخرطا في منظومة الكرة المصرية وأعرف الكرة المصرية منذ زمن، ولكن لا أستطيع أن أقول أن الأمر اختلف كثيرا. لم أكن أتدخل بالطبع، ولكن خلال فترة السيد كيروش كان الأمر يسير بشكل جيد. لم نكن أي نعم لم نكن قريبين كفاية، ولكن كنت أعطي الدعم الكامل. ولكن أستطيع أن أقول كنت أتابع الأندية وكنت أتابع مراكز التدريب، وخلال وظيفتي قد حاولت عمل تحسين فرق الشباب، وهي الأساس بالفعل، هذه هي وظيفتي الحقيقية، أن أنهض بمستقبل الكرة في مصر، أن أنهض بأداء الاتحاد المصري. وإذا أنتجت على هذا المستوى فستتحقق الأهداف ونستطيع أن ننهض بالفريق الأول لمنتخب المصري. هل يجوز أن أنا أسأل مثلا إذا ما كان في خطة أو تصور معين أو رؤية معينة من قبل المسؤولين في أي اتحاد كرة عن تطوير الكرة وتطوير المستوى المنتخبات، الخطة دي تحتاج لوقت قد إيه؟ وهل الأمر مرتبط بإمكانيات وبصلاحيات أنت شخصيا ما لقيتهاش في اتحاد الكرة المصري؟ بالطبع كان كما تعرف حينما بدأت مع فريق الشباب كان عملت معهم لمدة عام، عملت على خطة على سبيل المثال، ولم أستطع أن أتوقف لأن هذه الفرق كان لديها بعض اللاعبين الجيدين. فهذا هو نوع العمل، أن أضع خطة مع هذا الفريق وأطبقها حتى أصل بهم إلى الفريق الأول لمنتخب مصر. والأندية كذلك، فهناك بعض الأندية تنافس على دور الأبطال، تنافس على البطولات المحلية، ولكن اللاعبون الآن أهم شيء عندي هو المجموعة ككل وليس العمل كشخص. هذا هو أساس عملي كمدير فني للاتحاد. وإذا لم أكن أعمل بشكل جماعي، وإذا أردت أن أحقق أمنية كل فرد فلن تتحقق وظيفتي. فأعتقد أن حتى إذا لم تكن هذه الأشياء متفق عليها في العقود، ولكن أعتقد أن هذه الأمور يجب أن تناقش بين كل أفراد المنظومة، بين الأندية وبين الاتحاد، ولكن هذه الفرصة لم تتح لي أن أمثل وأن أوضح رؤيتي بالشكل الأمثل للأندية ولكل الفرق، وخصوصا في آخر أشهر من عقدي. يهمني أسمع رأيك أيضا في قصة مستر كارلوس كيروش المدير الفني السابق ومواطنك طبعا البرتغالي والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، وعلى خلفية الحقيقة انتهاء العلاقة مع اتحاد الكرة والاتهامات المتبادلة. يعني إزاي شفت المشكلة وهل تدخلت لحل الأزمة وإيه توابعها وأصدقها عندك في البرتغال؟ السؤال عن قصة انتهاء العلاقة بين كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب مع اتحاد الكرة والاتهامات المتبادلة من كلا الطرفين،
ازاي شفت المشكله؟ هل تدخلت في اي تفاصيل ليها علاقه بالازمه بين اتحاد الكره ومستر كيروش؟ وكانت ايه ردود الافعال على الازمه دي والمشكله دي في البرتغال؟ سأبدأ من البرتغال. فالأمر في البرتغال الكوتش كارلوس كيروش نعرفه جيدا، والأمر لم يؤثر على سمعته أو لم نتحدث عنه كثيرا. فالسيد كيروش كان لديه عقد مع الاتحاد المصري، إذا لم يسر الأمر كما اتفق الطرفين وإذا انتهى العقد فبالتالي هو قراره أن يكمل أو لا، وبناء على رؤية الاتحاد المصري كذلك. وكان هناك شرط جزائي بين الطرفين لم يفي به الاتحاد المصري، وأعتقد أن الاتحاد المصري بناء على ما فعلت أو بناء على ما علمت كان حاول أن يتواصل مع السيد كيروش لتسوية الأمر، والآن الأمر تم تسويته، ولكني لم أتدخل ولا أعرف تفاصيل كثيرة بخصوص هذا الأمر. ولكن بالطبع أنا أؤمن أن إذا لم يكن الفريق مؤهل للصعود لكأس العالم فأعتقد أن السيد كارلوس كيروش كان يجب إعطائه مزيد من الفرصة لوضع الجذور الخاصة بهذا الفريق. أثناء توليك المسؤولية، وده كلام اتقال على لسان المسؤولين في الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالمدربين أو المديرين الفنيين المصريين، وإنه مسؤولين في الاتحاد الأفريقي تواصلوا مع مستر نيلو فينجادا لأكثر من مرة وحصلوا على وعود منه لأكثر من مرة بحل مشكلة رخص التدريب للمدربين المصريين، ولكن ذلك لم يحدث على حد تصريحاتهم. تعليقك إيه على الكلام ده؟ هذه مشكلة قد تحدثت عنها في آخر 3 أو 4 سنوات في مصر. هذا الأمر لم يتوقف، وكان يوجد برنامج يجب على المدربين السير فيه، ولكن هذا الأمر توقف ولم يحصل الكثير من المدربين على هذه الرخصة. أعتقد أن السبب العائق الأول كان فيروس كورونا وهذه الأحداث الذي عقد الموقف، ولكن الآن لا نستطيع أن نسترجع هذه الأمور. يجب علينا أن نمضي قدما، ويجب علينا أن نلتحق بالشروط التي يطلبها الاتحاد الأفريقي، ويجب علينا أن نتواصل معه عن طريق اللقاءات والاجتماعات التي يحددها ونلتزم بها التي يحددها الاتحاد الأفريقي، لأن هذه التشكيلة من المديرين الفنيين من المهم جدا أن تتبع هذه القواعد التي يضعها الاتحاد، وهذه كانت البداية. وإذا لم يلتزم بالمدربين بهذا فأعتقد أن هذا الأمر سيستمر. أنا حاولت وأعتقد أن هذا الأمر يسير في الطريق الصريح، ولكن في وقتي الأمر لم يكن منظما بالشكل الأمثل. الأمر كان صعبا، والأمر كان متعلقا بالكاف، والأمر أيضا كان يجب أن يكون هناك بعض التنسيق من جانب الاتحاد المصري. خليني أختم ملف الكرة المصرية بسؤال: إذا ما أراد مستر نيلو فينجادا أن يوجه توصيات أو خليني أقول نصايح للارتقاء بالكرة المصرية في الوقت الحالي للقائمين عليها والمسؤولين عنها، إيه أهم النصايح أو التوصيات اللي ممكن يقولها مستر فينجادا؟ أهم نصيحة هي كما كنت أقول دائما، أول شيء يجب علينا، لدينا هرم، قمة الهرم جيدة، ولكن إذا لم يكن لدينا قاعدة من أندية تفوز بالبطولات وتؤسس وتمثل بلدها بالشكل الأمثل، فالأمر سيكون أصعب كما نرى الآن الحال مع الأهلي أو الزمالك. وأعتقد أن أهم شيء بالنسبة للأندية والحكومة أيضا للنهوض بالرياضة المصرية هي كما يفعل السيد أشرف صبحي الدعم الكامل للأندية، ويجب عليهم الاستثمار بشكل أكبر لإخراج المواهب المصرية وإبراز مواهب كمحمد صلاح ونني
بالفعل لدينا العديد من هذه المواهب، ولكن أنا أؤمن أن هذه الأندية الكبيرة يجب أن تبحث بشكل أكبر عن هذه المواهب، ويجب أن تدعم هذه المواهب الصغيرة. مستر نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، جزيل الشكر ليك على مشاركتك معنا وعلى وقتك وعلى ظهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي. كل الشكر ليك وكل التوفيق ليك في مشوارك ومسيرتك. ده كان لقائنا مع مستر نيلو فينجادا اللي اتكلم فيه عن فترة تولي منصب أو مسؤولية المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، ويمكن أهم الحقيقة العبارات، لأنه كان في علامات استفهام كتيرة جدا طرحت، جزء من فقدان لحلقة الشفافية المستمر الحقيقة في إدارة كرة القدم المصرية. والحقيقة أنا مش بس بحمل اتحاد الكرة الحالي، لكن حتى اللجان السابقة والاتحادات السابقة، كتير من الملفات بتظل الحقيقة حبيسة الأدراج ولا يتم الإعلان عنها ولا يتم مناقشتها أو حتى طرحها بشفافية أكتر تسمح للناس بتوضيح الصورة وتسمح للناس بطرح آرائها ووجهات نظر اللي بالتأكيد ممكن تصب في مصلحة الكرة المصرية. خلينا نتكلم، وقبل ما نروح ونتكلم على ماتش القطن، خليني أقول لكم إنه الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي إنه أبطال القارات من نسخة 21 حتى نسخة 24 هيشاركوا في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد اللي هتظهر لأول مرة موسم 2025، وبالتالي الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم في نسختها وشكلها الجديد، طبعا بمشاركة عدد كبير جدا من أندية العالم. مرة تانية بقول لحضراتكم، الفيفا يعلن أو الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن بشكل رسمي أنه صدر قرار أنه أبطال القارات اللي هيلعبوا في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بشكلها الجديد اللي تم تطويره طبعا بمشاركة عدد كبير جدا من الأندية، هيقترب بشكل أكتر لنسخة كأس العالم للمنتخبات. هيتم اعتماد الأبطال اللي شاركوا أو اللي فازوا ببطولة البطولات القارية بداية من نسخة 21 وحتى نسخة 24، وبالتالي رسميا الأهلي يشارك في نسخة كأس العالم، أول نسخة بعد تطويرها طبعا لكأس العالم للأندية 2025. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقة السادسة مع حضراتكم. هي بالمناسبة هي نفس الوشوش، هي نفس الأسماء، هي نفس اللعيبة. أصله مش طبيعي يا جماعة برضو، يعني خلينا كده نقطة نظام، مش طبيعي. وأنا هنا بتكلم حقيقة كمان بالذات مش على الجمهور، يعني أنا لا ألوم على الجمهور، وأنا يمكن أتفق مع جزء كبير من كل الآراء حتى المختلفة فيما بينها وبين بعضها، لكن على مستوى الخبراء والمحللين اللي بيطلعوا ينظروا ويتكلموا، والمفترض انه ده واحد من اهم وسائل التطور، يعني ما ينفعش مش في خلال نفس الموسم، في خلال نفس الشهر، في خلال فتره زمنيه لا تتعدى ال 30 يوم يبقى في تحول 180 درجه مش مقبول ومش مفهوم. ما ينفعش تبقى نفس الفرقه دي ونفس الجهاز الفني ده بتلقى اشاده وبيتقال انه اعظم سكواد في افريقيا وان المدير الفني اهم صفقات النادي الاهلي من شهر فات في بدايه مشوار الاهلي في كاس العالم، وما ينفعش بعد شهر واحد ونتيجه اخفاق وحيد حتى ولو كان قاسي يبقى التحول بنسبه 180 درجه ويبقى الفرقه لازم تتفور والجهاز الفني لازم يرحل. مش ممكن، مش مقبول. ممكن اقبل ده من الجمهور، لكن ما اقبلش ده من الخبراء والمحللين اذا كان عندنا الحقيقه خبراء ومحللين. اصلها مش هوجه نقطة. ومن أول السطر خليني أرحب بضيفي في السادسة النهاردة كابتن أحمد عادل. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا أستاذ أحمد، وسعيد إن أنا موجود مع حضرتك دايما الدنيا. ومن الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك. نور الدنيا دايما بيتك ومكانك. شايف، خليني آخد رأيك في ده الأول، يعني هل شايف إنه طبيعي إنه الفرقة دي من شهر فات ابتدت بطولة كأس العالم بمباراة قوية جدا قدام أوكلاند وكسبت، وقدام سياتل ساوندرز بطل كونكاكاف بطل الولايات المتحدة الأمريكية وكسبت، وحتى ماتشين اللي خسرناهم في بطوله كاس العالم فلامينجو وريال مدريد، يعني لا قدمنا كوره يمكن اخطانا باخطاء بسيطه، كان في عدم تركيز، كان كنا قريبين، لعبنا جيم كبير قدام الريال باستثناء اخر 3 4 دقائق، لعبنا جيم كبير قدام فلامينجو كان ممكن جدا، وكانت الاصوات كلها بتتكلم على انه الاهلي احسن وشرف تمثيل الكره المصريه والافريقيه في المونديال، بعدها بفصل الزمن لا تخطى 30 يوم وبعد اخفاق عنيف الناس كلها بتتحول 180 وهجوم على كل عناصر الفريق ورحيل لاعبين ورحيل جهاز هل ده معقول بالنسبه لك؟ سيبك من الجمهور، انا مش بتكلم على الجمهور ولا اقدر الوم الجمهور بالمناسبه، لكن انا بتكلم على يعني من يدعون الخبره ومن يدعون ان هم
ناس فاهمة ودارسة وتقدر تتكلم وتنظر في كرة القدم. خلينا نتكلم بواقعيه، ودايما هنا انا بحط نفسي مكان اللعيب، انا بحط نفسي مكان الموقف الحالي. ممكن الناس كتير واخدها عاطفه شويه ان النادي الاهلي بالسكواد اللي فيه بالنتائج زي ما حضرتك قلت باشاده كبيره جدا للفتره الاخيره، لكن انا بقول هنا للعيبه، انتوا اللي حطيتوا نفسكم في الوضع ده، يعني انتوا اللي حطيتوا نفسكم في المكانه دي، زي ما حطيت في نفسك في وضع ان انت بتاخد بطولتين افريقيا. انا مش بنفي اخطائنا، انا مش بنفي اخطائنا، واحنا نتحمل المسؤوليه ده، بس هي الفكره انه لما يبقى في تقييم، انا بتكلم هنا على اليه التقييم، احنا ازاي بنقيم الامور؟ بنقيمها بماتش ولا بنقيمها ببطوله ولا بنقيمها بسيزن؟ لا انا ازاي تقول ده كويس ولا ده وحش؟ مفيش مدرب في العالم يعني تين هاج مثلا مقدم واحد من افضل المواسم ليه مع مانشستر يونايتد لبس سبعة من ليفربول، ليفربول بسكواد عالمي، سكواد ومدرب محدش يقدر ينكر ان يورجن كلوب فرض نفسه انه يكون واحد من اهم المديرين الفنيين، لبس خمسة في الانفيلد على ملعبه وسط جمهوره من ريال مدريد في اهم بطولة. لا وكان لسه كسبان سبعة، وكان لسه كده خسر 1-0 من بورس متزايل الترتيب من بورس موس. هنا فكره التقييم، انا بتكلم على اسلوب التقييم، سيبك من قصه الماتشات والنتائج، انا بتكلم على ازاي احنا بنقيم او بننظر الامور. ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان الناس واخده الامور بعاطفه بان ما فيش وسط في النقد، يعني احنا لما هننقد نقد بناء. المهم جدا الفتره دي انا بتكلم كده دايما، هندعم لحد اخر نفس، يعني هنفضل ندعم الفرقه وهنفضل ندعم الجهاز الفني لحد اخر نفس، اللي احنا جوه النادي الاهلي احنا متعودين على كده، وجوه النادي الاهلي احنا متعودين ان حتى لو في بعض الامور قد تؤثر على الفريق او مسيره الفرقه الفتره اللي جايه اكيد مش هنتكلم فيها. احنا هندعم. عديت مطب زي كده يا احمد في مشوارك مع الاهلي؟ كتير جدا. ايه اصعب مطب عدى عليك وازاي خرجت منه كاحمد كلاعب يعني، وازاي خرجت منه كفريق؟ ايه اجواء اوضه اللبس؟ ايه دور الجهاز الفني؟ ايه دور الكباتن؟ لو تفتكر كده فلاش باك يعني. لا احنا السكواد بتاعنا كانت اوضه اللبس كل مقومات البطوله فيها، ودي حاجه مش جديده، دي موجوده الوقت الحالي، يعني موجوده في الوقت الحالي وفي الجيل الحالي، لكن قفل الصفحات ده من اهم اساليب اوضه اللبس، يعني من اهم اساليب اوضه اللبس ده للاعيبه الكبيره اللي موجوده داخل اوضه اللبس للتركيز فيما هو قادم. كانت اكبر نتيجه، احنا يعني عمرنا ما خسرنا خمسة مثلا من اي بس من اكيد في خساره كانت مؤثره، ضيعت لقب مهم من منافس او غريم تقليدي، يعني بيبقى في ماتشات صعبه اكيد كانت اصعب يعني. مباراه النجم الساحلي في نهائي بطوله افريقيا بتاعت الشرميتي لما خسرنا فيها 3-1 الامين الشرميتي، خسرنا فيها 3-1 من النجم الساحلي، ودي حتى احنا كلعيبه بجهاز فني ما كانش لينا يد فيها في الخساره خالص. كان لينا ضربتين جزاء، كان الحكم العرجون، وكان لينا ضربتين جزاء، واحده لجديد واحده لبوتريكا، وما اتحسبوش، وخسرنا نتيجه 3-1. اللي فوجئنا بيه بعد المباراه هو رد فعل مستر مانويل، يعني مستر مانويل ان هو يعني ما عنفش اللعيبه، لان انت خلاص حاجه خارج ارادتك. بعد كده لعبنا حرس الحدود، كسبنا 4-0. يعني هنا قفل الصفحات، وبتخسر نهائي افريقيا، يعني انت بتخسر نهائي بطوله افريقيه، كنت والفتره دي انت خلاص متعود، انت كاس عالم الانديه انت بتروح كل سنه، خسرنا في النهائي، انا بقول بفعل فاعل يعني. لكن فيما بعد المباراه جالنا حرس الحدود على ملعبنا 4-0. دي اللي انا بتكلم فيها دايما، ان النادي الاهلي في المواقف دي الدوافع بتبقى متجدده، عشان كده هنا بقول اللعيب. انا بشوف ان الفتره دي مش فترة ولا جهاز فني ولا مجلس إدارة ولا فترة حد خالص، فترة اللعيبة. زي ما حطيت نفسك إن أنت أحسن فرقة في أفريقيا، وزي ما حطيت نفسك إن أنت بتلعب 3 كأس عالم الأندية، هو نفس الجيل، ده اللي أنا بتكلم فيه دايما. ما ينفعش أنت كمحلل أو ناقد أو 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 يبقى الجيل ده ما عملش حاجة، يبقى الشناوي ده أسوأ حارس في أفريقيا، يبقى قفشة ما ينفعش يلعب في الأهلي، مش كلام غير مقبول تماما. عشان كده بقول للعيبة مهم جدا تقفلوا على نفسكم، أنتوا أحسن سكواد في أفريقيا كلها فعلا، وده بدليل نتائج. لكن مهم جدا في بعض اللعيبة لازم تراجع نفسها أداء داخل الملعب، على مستوى أن مينفعش، وده اتكلمنا فيه أكتر من مرة هنا، أن أنت مينفعش تلعب مباراة كويس وثلاث أربع مباريات مش كويس، ده هيأثر على الأداء الجماعي الفرقة، وده الواضح. عشان كده بقول للعيبة كل واحد يراجع نفسه، كل واحد
مهم جدا حته الدوافع لازم تبقى متجدده عندك. أيوه. الجمهور زي ما كنا خسرين 5 من سان داونز وطلعنا من 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 كاس افريقيا قبل كده، الجمهور ناداك ودعمك لحد ما جالك سان داونز تاني وكسبته والبطوله دي خدتها، يعني البطوله اللي هي كانت بتهيأ لي العشر كسبت سان داونز في الادوار الاولى. الادوار الاولى احنا مره كسبناها في الاولى ومره في الاقصائيه، في الاقصائيه التاسعه في الاقصائيه واعتقد والعشره في الاولى. انا بشوف لسه يعني لسه في امل، حتى لو ده النادي الاهلي وده هو ده تيشيرت النادي الاهلي، هو ده روح النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يعني انا حاسس بنسبه كبيره ان شاء الله وبراهن على ده انه الاهلي ان شاء الله هيتاهل، لكن مستني ردود الافعال باذن الله. باذن الله لو كتب لينا باذن الله ان شاء الله لو كتب لينا التتويج بالبطوله السنه دي، مستني اشوف الناس اللي هجمت كولر واللي هجمت اداره الاهلي واللي هجمت لعيبه الاهلي واللي هجمت قناه الاهلي هتقول ايه ساعتها. ده اللي انا باكده مع حضرتك، ان احنا لو عدينا لو اتاهلنا ايوه ان شاء الله الاهلي ياخد بطوله افريقيا. خد بقى دي مع الاخذ في الاعتبار انه حتى لو ده حصل احنا هنا، وانا قلت الكلام ده بس احنا عارفين امتى نقول الكلام ده، مش هنقول ان كل حاجه تمام وهنقول انه في اخطاء ما فتحناهاش لانه الموسم كان يحتم علينا ناجل ملفاتها لغايه لما يجي الوقت المناسب ونتكلم على شكل الاهلي وعلى تدعيمات الاهلي وعلى الراحلين عن الاهلي وعن القادمين للاهلي في الموسم الجديد. طيب خليني اخد معاك اهم اخبار النهارده. النهارده طبعا الاتحاد المصري لكره القدم عالضيق كده، يعني عارف عالضيق كده اعلن عن قرعه كاس الرابطه، وخلينا استعرض معاك ومع مشاهدي السادسه القرعه واللي هتتلعب في فترة التوقف الدولي، يعني مفترض بس هو بكرة أعتقد بكرة إنه هيتم إعلان مواعيد المباراة دي اللي مش هيشارك فيها طبعًا اللاعبين الدوليين سواء اللي بيلعبوا مع منتخب مصر الأول، عندنا ماتشين مهمين جدًا مع ملاوي وعندنا مع الأولمبي في ماتشين برضو مهمين جدًا مؤهلين لأمم أفريقيا مع زامبيا. طيب نشوف القرعة معاكم. قرعة البطولة أسفرت عن مواجهة الأهلي والمصري، غزل المحلة والإسماعيلي، المقاولون العرب، حرس الحدود، فيوتشر، طلائع الجيش، الزمالك، البنك الاهلي، سيراميك كليوباترا، سموحه، اتحاد السكندري، فاركو، بيراميدز، امبي. واحد السؤال الاول طبعا دي القرعه قدام حضراتكم. خليني اقول لك يا احمد برضو مشوار البطوله، الفايز من الاهلي والمصري هيلعب مع الفايز من غزل المحله والاسماعيلي، والفايز من الاربعه دول يتاهل للدور قبل النهائي. المقاولين العرب، حرس الحدود، الفايز منهم هيلعب مع فيوتشر وطلائع الجيش، والفايز من الاربعه دول هيتأهل للربع النهائي وهيواجه الفائز من الأربعة الأولانيين والفائز منهم طبعا يوصل للنهائي. الطريق الثاني عندنا الزمالك هيواجه البنك الأهلي والفائز هيلعب مع الفائز من سيراميكا كليوباترا وسموح، دول أربعة التالتين، والأربعة الأخرانيين عندنا الاتحاد في مواجهة فاركو وبيراميدز في مواجهة إمبي، والفائز من المباراتين هيواجه بعض عشان يواجهوا الفايز من مربع الزمالك والبنك الاهلي وسيراميكا وسموحه، والفايز منهم يوصل للمباراه النهائيه. شايف يعني طبعا بحكم غياب الدوليين اعتقد طبعا وان كان ده ما يعنيش يعني طبعا تقليل من اهميه اللقب والبطوله، الاهلي بيلعب على اي بطوله انا مدرك ده، ورغم يمكن انها من حيث الاهميه تيجي في اخر الترتيب اعتقد ده يعني، لكن عندك فرصه لتجهيز عدد كبير جدا من اللاعبين واعاده توظيف اعاده اكتشاف قدرات لعيبتك. شايف ايه الهدف او الاهداف اللي ممكن يحققها الاهلي من بطوله كاس الرابطه؟ خلينا نبقى واقعيين ان هي بقت بطوله مهمه، بقت بطوله مهمه داخل مصر، وده اللي ظهرت بيه بطوله الرابطه في الموسم الاخير وافرزت بعض اللعيبه على كل مستوى الانديه. لو انا هتكلم على مستوى النادي الاهلي بالاخص او اللعيبه اللي داخل النادي الاهلي، هو خير بطوله ان انت تجهز فعلا زي ما حضرتك قلت. أيوة. ان انت تجهز اللعيبه اللي هي مثلا بعيد عن المشاركات، تريح بعض اللعيبه اللي كان عليها ضغط الفتره الاخيره في حته التحام المباريات او التحام البطولات. فاعتقد ان هي بطوله انا بشوف ان هي مهمه جدا للفرق الكبيره اللي عايزه تجهز لعيبتها، الناس اللي لسه راجعه من الاصابات، اللعيبه اللي لسه راجعه من الاصابات، اللعيبه اللي كانت بعيده عن المشاركات. اعتقد ان النادي الاهلي هيقدر يستغل البطوله دي بشكل جيد. هنا برده مش عايزين ناخد ان في لعيب في الاهلي اساسه احتياطي، يمكن كل اللعيبه انت كلاعب داخل سكواد النادي الاهلي او داخل قائمه النادي الاهلي وانت جدير ان انت تلعب اي مباراه حتى في بطوله افريقيا، فده دي ثقه الجمهور في اللعيبه اللي موجوده كلها، ال 25 لعيب او ال 30 لعيب الموجودين داخل القائمه. فهنا مسؤوليه كبيره حتى على اللعيب اللي انت بتبقى بعيد او ما بتشاركش،
دي انسب حاجه ليك او انسب حاجه ان انت تحط رجلك تاني وان انت تبقى موجود تاني حتى لو انت بعيد عن فورمتك. طبعا خصوصا ان دور ال 16 هيكون قبل مواجهه يعني طبعا الدوليين مع منتخبات مصر، لكن كمان فرصه للموجودين ان هم يعني يحطوا رجلهم في الملعب، لانك بعد كده رايح لماتش الهلال بعد القطن يعني ان شاء الله. ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان انت مهم جدا ان انت في كل مركز يبقى عندك 2 3 لعيبه يبقوا جاهزين حتى للمشاركه، لا قدر الله يحصل اصابات، يحصل اجهاد، يحصل اي حاجه. لكن برضو راجل حاطط استراتيجيه للعب، مهم جدا ان كل اللعيبه يعني تمشي في نفس الاتجاه الاستراتيجيه دي بنفس طريقه اللعب. اعتقد ان هي بطوله مهمه ان شاء الله تكون اضافه لكل فرق مصر ان شاء الله. طيب اروح لمنتخب مصر الاولمبي، اشوف معاك عندنا ماتشين مهمين جدا مع زامبيا، ذهاب في القاهره 22. متابع مشوار الاولمبي انت ولا الاولمبي مش لا لا مش كنت متابع منتخب الشباب. متابع منتخب هل تتوقع انه الشباب او انه الاولمبي يعني هيمشي على نفس التراك، ولا متوقع انه يعمل لنا حاجه مختلفه لو تاهل لبطوله امم افريقيا؟ لا هو هيبقى افضل من منتخب الشباب والمظهر اللي ظهر. مظلوم الجيل ده في المنتخب الاولمبي يا احمد؟ هو اكيد مظلوم يعني اكيد مظلوم، لان يعني لو تفتكر المنتخب الاولمبي الاخير بتاع شوقي غريب اللي لعب في طوكيو النهارده وساعه لما كانوا بيلعبوا لاعبتهم كانت نجوم في فرقها، يعني 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 اكرم توفيق، ناصر ماهر، رمضان صبحي، رمضان صبحي، بيكهام، بيكهام، ناصر منسي، مش عايز انسى حد يعني، امام عاشور، انا قلت امام عاشور، لعيبه كثيره كانت رجلها في الملعب وبتلعب في فرقها حتى لو فرق كبيره او فرق يعني مش بتنافس، لكن كلهم نجوم في الدوري. الجيل الحالي تقريبا، انا هقول لك القائمه، تيجي اقول لك القائمه. انا هنا برضو اللي انا باكد عليه ان انت كلاعب، وده اللي احنا اتعودنا عليه دايما او الطبيعي في الكره المصريه، ده اللي المفروض يعني انت بتوصل 16 17 سنه انت لازم تلعب فريق اول. إيه لو ما حققتش ده الامور هتبقى صعبه عليك جدا. فهنا زي ما حضرتك قلت كل الاسماء دلوقتي هي نجوم في فرقها وهي بتكسب فرقه وفرق كبير. أيوة. فمهم جدا هنا على المنتخب الاولمبي ودايما، والسن حتى بتاع منتخب الشباب، انت مهم جدا ان انت تبقى بتلعب في الفريق الاول بتاع فرقتك. فهنا عشان كده بنقول ان المنتخبات بتعاني من قله المواهب. وده كان سبب فيه نتاج من بعد ده اللي اتكلمنا فيه طول الفتره الاخيره، اخر 10 سنين انت ما عندكش منتخب قوي غير اللي هو اللي دلوقتي مكمل بيه محمد صلاح. من بعد المنتخبات بتاع الكابتن حسن شحاته 2010 انت قعدت 7 سنين ما بتوصلش كاس امم افريقيا سواء على المنتخب الاول، لان ما عندكش اجيال طلعت ان هي تقدر تبقى نواه جيده للمنتخب الاول. عشان كده هنا المنتخب الاول بيعاني، المنتخب الاول بيعاني لان هو ما عندوش حد من تحت بيطلع بيبقى داعم ليه، زي المنتخب لما كان ابو تريكه وكان بركات وكله، بعد كده دخل في الاخر صلاح والنني وحجازي، كل دول المجموعه اللي موجوده دلوقتي اللي هي بتقود منتخب مصر في مسيرتها. لكن برضو في الوقت الحالي بتشوف منتخب الشباب نتائجه عامله ازاي، بتشوف منتخب الاولمبي مش هتقدر تقول ان في حد ان هو انا يهمني كمان الاولمبي قوي، لان الاولمبي ده يعني هو رصيدك في كاس عالم 26 لو بتخطط تلعب في 26. هو ده داعم للمنتخب الاول قبل ما يكون منتخب الشباب. يعني منتخب الشباب مرحله جايه، لكن المنتخب الاولمبي ده اكتر يعني لعيبه تكون داعمه للمنتخب الاول. عشان كده هنا بنعاني، الكرة المصرية بتعاني، خلينا واقعيين بس. صحيح. طب خلينا استعرض معاك قائمة المنتخب او اختيارات. طبعا روجيرو ميكالي البرازيلي المدير الفني لمنتخب مصر اختار من الاهلي حمزة علاء حراسة المرمى، معاهم محمد اشرف واحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، والثلاث لاعبين طبعا ظهروا مع الفريق الاول في مناسبات مختلفة. حراسة المرمى علي الجبري، حمزة علاء، يوسف نادر، ومحمد احمد السيد. خط الدفاع محمد اشرف بكري، حسام عبد المجيد لاعب الزمالك طبعا، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد مغربي لاعب الاهلي طبعا، معار لسموحه، عبد الرحمن جوده، احمد محمد حمدي، احمد عيد، عمر فايد، واحد من اللعيبه برده اللي ظهرت في الدوري السنه دي مع المقاولين، احمد سيد عبد النبي وزياد العسقلاني. في خط النص احمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي طبعا لاعب الاهلي اللي راح سموحه، ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، محمود صابر بيراميدز، عماد ميهوب، زياد فرج، عربي بدر، محمد شحاته، محمود جهاد، علي زعزع، وفي عبد الغني محمد، وفي مصطفى اشرف،
وفي خط الهجوم اسامه فيصل واحمد عاطف قطه وعبد الرحمن. يعني طبعا دول دي القائمه اللي تم اختيارها لمواجهه معسكر مارس اللي هيبدا بكره. عندنا الماتش الاول يوم 22 مارس في مصر، والماتش الثاني بعد ما كان يوم 27 اتعدل ميعاده بقى يوم 26، والفايز طبعا هيلعب بطوله امم افريقيا اللي هتاهل الثلاث منتخبات الاولى مباشره للاولمبياد، والرابع هيلعب ملحق مع فريق من اسيا على المقعد الرابع المؤهل برضه للاولمبياد. اكيد لما بصينا للاسماء، لا في لعيبه جيده، يعني في لعيبه جيده، ومصطفى ميسي في سموحه كان يعني بيأدي بشكل جيد مع حتى قبل كده مع سيراميكا، ومن ناشئين النادي الاهلي. ابراهيم عادل لعيب جيد برضه في بيراميدز. لا يعني في بعض الاسماء اللي بتتن عليها، كوكا، رأفت خليل ظهر بشكل جيد حتى في التغييره الاخيره مع النادي الاهلي، لعيب جيد، مش عايزين نقول مش صغير في السن، لكن لو هو لعيب جيد وبقى اضافه قويه. فاتمنى ان بعض الاسماء دي تبني عليها حتى من المنتخب الاول ان شاء الله. لا قدر الله لو ما تاهلناش لبطوله امم افريقيا مش هترجع تغير رايك وتقول المنتخب ما فيهوش لعيبه. انا اتكلمت على بعض الاسماء. ومدير الفني لازم يمشي. ما ينفعش ان لا احنا بنتكلم ان شاء الله التوفيق لميكالي. هو مدير فني محترم الحقيقه وبرازيلي، يعني وعامل شغل مع منتخب في الجهاز كمان، فكفايه نشيتوس في الجهاز صحيح. لكن الراجل الحقيقه يعني السي في بتاعه مع منتخبات الشباب والاولمبي كويس، واخد ذهبيه ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيل صحيح. منتخب البرازيل، لكن ما يمنعش ان عنده خبرات طبعا مع الفئه العمريه دي. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي. طيب خلينا نروح لخبرين لطاف كده، نبعد شويه عن الكوره عندنا هنا في مصر. معانا الخبر الاول ليه علاقه بمرموش. مرموش احنا يمكن انفردنا من حوالي 3 اسابيع وقلنا لحضراتكم انه بنسبه كبيره جدا هينتقل من فولسبورج لاينتراخت فرانكفورت، وقد كان. النهارده تم الاعلان انه مرموش انتقل لفرانكفورت. وخليني اسالك سؤالين الحقيقه. ازاي خرج من لاعب كده من وادي دجله قدر، ما هوش نادي جماهيري او نادي بينافس او نادي متشاف، وقدر يمشي المشوار ده في اوروبا؟ وانا اشوف يعني مع احترامي لمرموش يعني ان في اسماء كتيره جدا مش بس في الجيل الحالي لكن في اجيال كتير كان عندها كره اعلى من مرموش بكتير جدا وما قدرتش حتى تهوب ناحيه اي نادي في اوروبا، مش بوندز ليجا ومش فولفسبورج وفرانكفورت. القصه هنا فين؟ القصه هنا بره مصر لازم يبقى معاك ايجنت قوي. ايجنت قوي بره هيعرف يسوقك كويس، هيعرف يسوقك كويس على مستوى الانديه، ودي اللي بتفرق. ان انت عندك مواهب كتير قوي في مصر بس للاسف هم داخل مصر فقط، ما عندهمش ايجنت قوي بره ان هو يقدر يسوقه بشكل جيد. ويمكن لو هتتكلم على مرموش وبعض اللعيبه، هو هتلاقي مرموش هو الجيل بتاع محمد شريف، هو الجيل بتاع كريم حافظ. الجيل دوت المجموعه اللعيبه دي المشروع كان بتاع مستر ماجد سامي في دجله. يمكن لما لعبت في وادي دجله سنه 2012 ولعبت معاهم كونفدراليه، كان في مشروع مستر ماجد سامي عامله في وادي دجله حوالي 15 لاعب، من ضمنهم محمد شريف ومن ضمنهم مرموش ومن ضمنهم كان كريم عادل، كان بيلعب باكرت بس جاله صليبي اتعور، وكريم حافظ. كريم حافظ احترف بره، راح احترف في ليرز النادي اللي هو في بلجيكا. هو تبع نفس الاداره يعني او نفس المنظومه. نفس المنظومه أي. وكان مرموش طلع برده في الفتره دي هنا، وكان علي غزال برضو كان مع المجموعه دي واحترف بره. هنا مهم جدا وانت بره ان انت معاك ايجنت قوي بيقدر يحركك على المستوى الفني. انت ممكن تعمل ماتشين ثلاثه بره مع وده اللي مرموش نجح فيه، ان هو قدام بايرن عمل مباراه كبيره، وقدام دورتموند عمل مباراه كبيره وقدر يحرز هدف. هنا الايجنت بيعرف يحركه كويس، يعني بيعرف يحركه كويس، ودي بترجع مش لمستواك انت بس، على قد ما ايجنت معاك قوي بره هيقدر يحركك، ودي لحد الناس اللي ما بتاخدش بالها منها. ايوه ان ده كان بالكلام. يعني في تجارب كتير جدا من اول ما هاني رمزي احترف بعد كاس العالم، ابتدى في سويسرا اعتقد نيو شاتل زمان، محمد عماره وياسر رضوان بعد كده في ابتدى الليفل يطلع، كان احمد صلاح حسني برضه شويه، احمد صلاح حسني احترف في المانيا. لكن في تجارب نورت قوي، يعني زيدان مثلا تجربته في المانيا مع ماينز وبروسيا دورتموند كانت حلوه جدا، وصولا لصلاح ليفربول، انني ارسنال، احمد حسام ميدو. وان كنت اشوف الحقيقه انه كان يعني لو كان عنده عقليه افضل من كده شويه كان ممكن كمان
يروح لابعد. يعني شوف حضرتك بتتكلم في عقليه ميدو مثلا او احترافه، هتلاقي ان هو ممكن يروح 6 شهور في مثلا في نادي وممكن ما قداش بنفس الصوره مثلا المطلوبه منه او على قد مستوى النادي اللي هو موجود فيه. ممكن تلاقيه راح توتنهام مثلا، يعني هو في مارسيليا وبعد كده راح توتنهام ولعب في كتير قوي، لعب وراح روما وروما وتوتنهام انديه كبيره، يعني انديه كبيره. هنا معاه ايجنت، يمكن لما كنت بتكلم مع ميدو في الموضوع ده، معاه ايجنت بيعرف حركه كويس، وده اللي كان نجح فيه بشكل كبير. يعني ميدو ابتدى، انا فاكر كويس جدا، ميدو ابتدى مع دروجبا ومع زلاتان ابراهيموفيتش في مارسيليا. شوف ميدو خلص امتى او بطل امتى، وشوف ابراهيموفيتش ودروجبا قعدوا قد ايه. يعني هنا بتكلم على المنتاليتي. حسام غالي وبرده واحد من التجارب، ورغم كده عمرو زكي في ويجن طبعا، ورغم كده كان في طبعا تجارب زي ابراهيم سعيد في ايفرتون ما كملتش، محمد شوقي برده مع ميدلسبرو ما استمرتش طويل. لكن اقصد اقول التجارب الناجحه بالذات او التجارب اللي نورت ما ساهمتش في انتشار اللعيبه المصريه بره، ما سوقتش للعيبه المصريه بره، او احنا ما عرفناش نستغل نجاح التجارب دي في ان احنا نسوق اولادنا وننشر اولادنا في ملاعب افريقيا، عكس دول تانية كتيره جدا ما كانش عندها كوره النهارده بقى ليها محترفين اكتر منك بكتير. هي ممكن العقليه دي اللي فرق مع محمد صلاح دلوقتي، يمكن العقليه ان هو بيتاقلم مع بره، بيقدر يقفل على نفسه بشكل كبير جدا بره، ده اللي بيفرق معاه طول حتى مسيرته. طول حتى مسيرته مهم جدا تبقى قافل على نفسك، محدد حتى يومك بيبقى عامل ازاي، تمرين، اكل، نوم، بيت. عشان كده محمد صلاح بنقول ان هو في حته ثانيه خالص، ان العقليه مش مستوى التطور بتاعه بس، لكن عقليته هي اللي مخليها كده دلوقتي اكيد. طيب هروح لاخر خبر معانا، ميسي، وخبر اقرب الى حاله من الهزل بصراحه. يعني الحقيقه مهما كان ميسي، يعني وبالتاكيد ميسي اللي احنا بنشوفه النهارده مش هو ميسي اللي كان موجود في برشلونه ولا حتى اللي موجود في باريس سان جيرمان، لكن ميسي بيطلب او بيشترط الحصول على 600 مليون يورو في الموسم عشان يقبل انه يروح او ينتقل لنادي الهلال السعودي. هما الاخر حاجه بعد ما عرض الهلال السعودي 300 مليون يورو على ميسي في الموسم، وبعد مطالبه ميسي بانه المبلغ يصل ل 600، لانه شايف انه فكره انه ياخد 100 بس ازيد من رونالدو مش عاجباه، قال لك لا انا هاخد 600. فمسؤولين في الهلال السعودي عرضوا عليه 350 مليون، زودوا العرض او رفعوا العرض 50 مليون يورو عشان يبقى 350 مليون يورو في السنه. هو اخر حاجه انا سمعتها، ويمكن كان في خبر برضو وده اكيد، من السعوديه، ان والده النهارده في السعوديه. والده في السعوديه، ده حقيقي؟ ده موجود النهارده هناك، وهم ممكن يوصلوا 400. يعني هم حاطين له 400. فهل ميسي قناعاته او ادائه هيخليه يروح؟ هل قصه اداء ولا قصه نقل الكره السعوديه؟ يعني انا بالتاكيد، يعني طبعا رغم انه رقم فيه مبالغه كبيره جدا، وشايف انه 350 مليون يورو دول ممكن اصرفهم على لعيبه زي مثلا اوسيمين وزي خافيتشا وزي زي لعيبه كتير، زي اسماء كتيره جدا اقدر اجيبهم، اقدر اجيب 4-5 لعيبه ب 350 يكسروا الدنيا ويهدوا اي فريق في اسيا. لكن يبدو ان القصه ليها علاقه بتطوير الكره في السعوديه، استثمار الدوري السعودي، تطوير الدوري السعودي، نقل الدوري السعودي في حته تانية. وما اعتقدش انه في وجود رونالدو وميسي لو فكرت انك تجيب اي نجم بعد كده ممكن يقول لك لا اصل السعوديه، لا ده هيبقى دوري من نوع تاني خالص. انا بشوف ان هي ماركتنج اكتر منها استفاده حتى فنية. على المستوى الفني ماركتنج، ان انت يبقى موجود عندك ميسي في دوري وكريستيانو في ميسي وكريستيانو في نفس الدوري، ده اللي انا بشوف عليه او بقيس عليه الكره السعوديه رايحه فين. هم بيخططوا ان ازاي نسلط كل الاضواء على الدوري السعودي، ان ازاي نسلط كل الاضواء على السبونسرز والاعلانات وداخل الدوري السعودي. وده كان من ضمن الاسباب او اهم الاسباب ان يبقى كريستيانو موجود داخل الدوري السعودي. انا شخصيا لو اديتني 600 مليون يورو دول هعمل لك فريق ما فيش فريق يقف قدامه لا في افريقيا ولا في اسيا، نبقى نتكلم بس في اوروبا. يعني لا خلينا واقعيين ان خلاص، يعني سواء بتتكلم على الهلال او النصر، 30 لعيب ب 600 مليون يورو، يعني تقريبا متوسط عشان تصرف 20 مليون يورو على كل لاعب في قائمتك. لا خلينا واقعيين، يعني الناس مش هتطمح اكبر من اللي هي فيه. طيب يعني عايز اتكلم معاك عن الماتش القطن يوم الجمعه اللي جايه، بس هتسمح لي نروح لفاصل ونرجع نفتح ملف الاهلي والقطن ان شاء الله باذن الله، مباراه باذن الله بدايه مشوار التاهل.
يمكن كان من بدايه قرار الاداره انه الاهلي يواصل رحلته ومشواره الافريقي من بره بره، بمعنى انه بعد ما نسافر لجنوب افريقيا عشان نواجه سان داونز تكون استمرار الرحله حتى مواجهه القطن الكاميروني بدلا من العوده للقاهره مره ثانيه والسفر للكاميرون افضل من حيث اتاحه الفرصه للراحه للفريق بدلا من قطع يعني الاف الكيلومترات ذهابا وايابا. لكن بشوف كمان انه اعتقد ان القرار ده بقى ليه ايجابيه تانية مهمه جدا، وهي فكره الفصل البعد، فكره انه الفريق يقفل على نفسه، الجهاز الفني يعيد ترتيب حساباته بعيدا طبعا عن الاجواء المشحونه والمتوتره في مصر، ويواصل مشواره حتى مواجهه القطن الكاميروني. المشكله في الاهلي فنيه اكتر من وجهه نظرك قبل مواجهه القطن، في ماتش القطن فنيه اكتر، وشايف انه مستر كولر عليه انه يعيد حساباته الفنيه في اختياراته وفي طريقه لعبه قبل مواجهه القطن، ولا المشكلة أكتر ممكن تكون معنوية ونفسية عند الفريق؟ لا، مهم جدا على مستر كولر إن هو ما يغيرش سياسته، يعني ما يغيرش سياسته، وده اللي اتكلمنا فيه الفترة الأخيرة إن هيحصل تذبذب في المستوى لو هتغير في التشكيل كتير أو في الخط الأمامي بالأخص، إن ده أثر على الأداء بعض الشيء. لكن اللعيبة اللي عليها دور كبير جدا بشكل أكبر بشكل أكبر، زائد الحته الدفاعيه او التنظيم الدفاعي ده مهم جدا. حتى احنا هنا دايما بنتكلم في الفرقه، ودي يمكن انا عشتها مع الجيل الذهبي النادي الاهلي، في حاجات ساعات مش بتاعت المدير الفني ولا بتاعت الجهاز، احنا كلنا كلعيبه مع بعض. يمكن هشير لنقطه مهمه جدا، ان الفتره الاخيره بتفتقد القائد داخل الملعب، يمكن ده بيحصل في بعض المباريات وبالذات الكبيره، ان هنا لما النتيجه بتعلى بينا مهمه جدا احنا اللعيبه نكلم بعض، نقفل خطوط، ما نفرطش في الهجوم. دي بتاعت اللعيبه، دي مش بتاعت جهاز فني من بره. عشان كده هنا لما بقول جهاز فني برضو يا احمد، معلش هختلف معاك، وجهاز فني برضو، انا بكلم حضرتك في توقيت في وقت من الماتش. أي. انا بشوف رؤيتي للمباراه. ممكن الجهاز الفني في بعض التغييرات، في بعض ان انت النتيجه 3 والملعب مفتوح، فطمعت ان انت عايز ترجع تاني للمباراه. فتحت الملعب بشكل كبير جدا، لكن هنا مهم جدا حته القائد اللي داخل الملعب، ان ما ينفعش كل الناس تطير مثلا ببلاط وكوره، ما ينفعش كل الناس تطير، لازم تمركز جيد. لازم خليني اكلمك في الملعب، يعني انا احساسي في الملعب لو النتيجه 3-2 في ماتش زي ده هرمي بكل تقلي عشان اتعادل. ما انا هنا هرمي بكل يعني تقلي، معلش انا 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 حساباتي كلاعب او حتى كمدرب اقول 3-2 زي 4-2. لا، ما انا يعني اذا كان في احتمال انها تبقى 3-3 واي نوت. ما انا اكلم حضرتك برضو ونتكلم بواقعيه اكبر، هل المباراه الاولى كانت مع سان داونز ما كانتش بتديك مؤشر ان ده فريق جيد، فريق تقلق منه ومع ذلك احنا المباراه الاولى كنا افضل بكتير جدا من سان داونز، كان باين انه فريق تقيل وفريق عنده كوره. لكن انت لو بصيت للمباراه واتفرجت عليها مره تانية، احنا فرطنا في فوز كان في المتناول. تمام فرطنا فيه اوكي، لكن انا بتكلم حضرتك في بعد توقيت المباراه لعبنا جيم على الفريق واحد من افضل فرق افريقيا، هي حاجات بسيطه يعني احنا بنتكلم فيه، يعني تقارب الخطوط، تقفيل مساحات، لان انت برضه بتلعب فريق خصم عنده سرعات بيقدر يخترق بشكل جيد، لو في مساحات هيقدر يستغلها. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت مهم جدا لعيبه او الترابط او تقارب الخطوط ده بتاع عايزه قائد داخل الملعب. مش كان في فتره من فترات المباراه مش عيب ان انت مثلا ترجع حمدي ان هو يلعب قدام السرد باكين زي ما كنت بتلعب بيه، مش هقول نلعب 3-5 مثلا او 3-4-3، لكن كان مهم جدا ان انت عايز تامن دفاعيا، وخصوصا ان الناس دي بتعتمد على السرعات. أي. من على اطراف الملعب. طيب، مش عايز افتح القديم، عايز ابص للجديد. هل تتوقع انه الطريقه اللي ظهر بيها الاهلي قدام سان داونز والتشكيل اللي ظهر بيه قدام سان داونز هيظهر بيه قدام القطن الكاميروني، ولا تتمنى او ترى انه من الافضل انه يكون في تغييرات او اسماء جديده في ماتش القطن؟ اتمنى ان الراجل يلعب بالطبيعي وبالعادي، ان تلعب شريف ما تلعبوش على الطرف، لعبه فروت صريح، لان انت هي طريقه اللعب كده، هي الناس انت بتاخد منها ال 100% بده. يعني لو عايز تلعب بيرسي تاو هتلعبه طرف يمين مثلا، وهتلعب شريف، وهتلعب الناحيه الثانيه سواء عبد القادر جاهز او كان طاهر. يعني ما تغيرش كتير، وتلعب كل واحد في مركزه، يعني لازم كل واحد يلعب في مركزه عشان تقدر تحاسبه، تقدر تاخد منه ال 100% بتاعته. هنا الاهلي لما بيلعب كل واحد في مركزه الاداء بيبقى كويس، الاداء بيبقى احسن. وفي نفس الوقت مهم جدا حته فرض اسلوب اللعب، فرض اسلوب اللعب دي بقى بتاعت اللعيبه، يعني بتاعت اللعيبه.
ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان المباراتين اللي جايين مش بتاعت جهاز ومش بتاعت طريقه لعب، دي بتاعت روح واداء وعزيمه واصرار، وان انت ترد على كل الناس اللي كانت شككت في قدراتكم او شككت في اللعيبه الفتره الاخيره. لا مهم جدا ان انت مردودك حتى لجماهيرك، انت اللعيبه بروح وقلب وعزيمه واصرار. دايما بنتكلم لما الكره ما بتبقاش ماشيه معاك مهم جدا انت تخبط تجري تطلع ميت من الملعب، ده اللي احنا بنتكلم فيه. الجمهور لما هيشوفك كده، بمجلس ادارتك لما هيشوفك كده، اكيد هتتحط في حته تانية خالص. لكن بروح وبقلب وعزيمه، انا بشوف ان المباراتين اللي جايين حياه او موت، يا تكون يا لا تكون، وبعد كده حقق المكسب، وبعد كده اي حاجه تحصل تاني ما فيش مشكله. ايه اللي هيحصل تاني؟ الاهلي قريب ولا بعيد من وجهه نظرك؟ لا لسه انا فيها. انا لسه من قبل فيها. ماتش القطن هنا قلت انه، لانه كل الناس طلعت قالت الاهلي مطالب بالفوز في الاربع مباريات المتبقيه، قلت انه ده مش ضروري، وانه وارد جدا انك انت تخسر او تتعادل مباراه منهم، لكن على اقل تقدير لازم تكسب ثلاث ماتشات. وقد كان خسرت من سان داونز هناك حسابيا ورقميا، سيبك من مستوى الاداء والنتيجه دي قصه ثانيه مش عايز اخش فيها كتير، مش عايز اتكلم فيها كتير، لكن في النهايه حسابيا ورقميا مين الاقرب من وجهه نظرك للتاهل عن المجموعه دي؟ انا شايف ان الاهلي يعني فيه قريب فيها اكسب، يعني تكسب دي اهم حاجه، يعني اهم حاجه ان انت تحقق المكسب. بس زي ما ابتديت الحلقه وقلت المطلوب من الرجاله انها تحط كل اللي فات تحت رجليها وتطلع بيه لفوق عشان تكسب المباراتين. دلوقتي مسؤوليتك قدام جماهير نادي الاهلي انك تكسب القطن بره وتكسب الهلال هنا باذن الله سكور. بعد كده بقى القصه ما بقتش بتاعتنا، وننتظر مواجهه الهلال مع سان داونز اللي هتتلعب مش عارف ليه برضو تاني يوم السبت، ونشوف قصة التأهل من عدم. واشكرك يا أحمد، نورت الدنيا، بنسعد بيك دايما في السادسة. حبيبي يا أستاذ أحمد، وإحنا دايما كلامنا بيبقى داعم للنادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، وعايزين نقول الكلام ده ما يسببش ضغط على اللعيبة قد ما يسبب تحمل مسؤولية بشكل أكبر. في وقت من الأوقات صدقني اللعيبة بتاخد الكلام ده كنوع من أنواع تجديد الدوافع. هو ده الرغبة في إثبات الذات والرغبة في استعادة مكانتك الطبيعية. الأهلي طول عمره بمختلف أسماء وأجياله متعود عليها، وما عنديش شك أنه ده هيظهر إن شاء الله في مباراة الجمعة أمام القطن الكاميروني. إن شاء الله. بشكرك مرة تانية، نورت الدنيا، وسلامنا وتحياتنا دايما لأهل اسكندرية. شكرا، ربنا يخليك. وبشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة نتقابل وحلقة جديدة. ما تنسوش النهاردة بكرة في النهاردة في الإنتر في مواجهة بورتو البرتغالي، ومانشستر سيتي في مواجهه لايبزيج. بكره بقى شجع مو صلاح في المباراه المنتظره، الريال في مواجهه ليفربول. مين هيكسب بكره؟ ماتش صعب على ليفربول. في لي منتدى ولا صعبه جدا؟ نورت الدنيا يا احمد، بشكركم، بكره نتقابل حلقه جديده السادسه، تحياتي لكم.